له 500 ورد عليك بس انت تستاهل الف خير بس 10,000. طب ايه رايك بقى اني جايب لك 100,000 بس الموجود يا معلم؟ بس العمليه في السليم. المعلم عقاد بيقول لك الباقي عند الجهزان وفوقهم 1,000 بوسه. ما تفرقش معايا، معلم عقاد مضمون، حتى لو مش مضمون انا المعلم عبد الرحمن الناعس اللي عمره ما ضاع له حق. المعلم عقاد ما يعزش عنك حاجه معلم ناعس. انا تعجبني جدعانتك مع معلمك بس، وتفتيحك في الشغل ولقمك عليا. لول يا برعي، ما فكرتش كده يعني تشتغل سولو فرضان يعني واسيب المعلم الكبير ده؟ لا ممكن ابدا. يا بخت معلمك بيك. اللي على فكره اخبار ابنه فتحي ايه؟ من ناحيه ايه من غير مؤاخذه؟ مش هيستهدى بقى؟ يستهدى مين يا معلم؟ ده غرقان لشوسته ومحير ابوه. ايه واقع يعني؟ حته واقعه معلم. سودة؟ بيضه بيضه واخر طعامه واخر جو. حتة بيت يا معلم. سلم لي على البتنجان. حلاوتي هطلع ام ضب وقنيتي شرعي. يا شيخ ليه انت في تنافس؟ شد. ايوه طلع من مناخيرك.
احبك واستقيل. لو انت صادق تحبني وتترفد. مساء الجمال يا وردة. مساء الفتاكة يا سيبورة. انا جاي الليلة دي فرداني. يا دنايا ربنا ما يحرمك من صحبتك. بطيبة طية ما يلزمونيش. ده انا وحداني اواطعني. سلم لي على البتنجان. شفت بعينيك؟ اهو برع خارج من عندها. لو كان شافك وانت داخل مش كان راح قال لابوك يا سي فتحي؟ ابعت لها ما تجيش يعني ايه؟ لو يعني سوان وشغل ملاعبه. لكن ما تنساش انك فتح العقاد. طز. لا مش طز. لو عملت معاك حركه نص كم قدام الناس مش تبقى عيبه؟ طب انا رايح لها. لا يا فتحي ما تعرضش نفسك للبهدله. اوعى كده. ازاي بعتلك ما تجيش؟ ايش كمان؟ ان كان لك عليا قانون ايه بطلبني في الطاعه؟ ما صحش كده يا ورد، ما تعمليش فيا كده قدام الناس. بقى حصلين على الخون. سلم لي على البتنجان، شطبنا. كده يا ورده؟ كده واكتر من كده كمان. اسمعي. يا نعم. انت بتعملي فيها كده ليه يا ورده؟ واللي بيننا راح فين؟ يعني انت كنت مقدر اللي بيننا؟ اللي بيننا هو حياتي يا فتحي، لكن مش ممكن بعد كده يبقى في السر، لازم يبقى في الحلال. الحلال ده مونا عين يا ورده. صحيح يا فتحي، انا كنت عايش خدامه تحت رجليك. حبيبتي يا وردة، ده أنا لا يمكن أفرط فيك أبدا. يعني خلاص هنتجوز يا فتحي؟ يا ريت يا وردة. بس أبويا. أبوك؟ أبوك ولا ابنك اللي في بطني؟ ولا يعني عشان ما أنا اطمنت لك وحبيتك من كل قلبي؟ وأنا يا وردتي حبيتك من كل قلبي. ويا ترى قلبك ساعتها كان خد الاذن من ابوك؟ ولا انت يعني على سوم غازيه تلعب عليا اي كلام وترميني رميه؟ لا يا وردتي لا. ده انا كل رجاله البطنيه تتمنى ضف رجلي. اتحطلي غالي ورخيص، عشت في وسط السبوع عديبه، ما فرطتش في نفسي الا ليك. عارف يا وردتي، لكن لكن ايه؟ انت هتلكني ولا ايه؟ ولا يعني هو عشان ما ابوك العقاد؟ ها؟ شلها يا عقادية. قول لي يا اخويا، هو العالم كله ولاد تسعه وانتوا اللي ولاد تسعه ونص؟ ما تفهمني. بس لو تهدي نفسك كنت تفهميني. ههدي نفسي يعني ايه؟ يعني عايز اروح في ابو رجلة؟ يعني انا مش عايز اتجوزك. وده معقول؟ ده انا ما حسيتش بحلاوه الدنيا غير معاك يا وردتي. وانت يا فتحي عارف اللي في قلبي. انا مستعده يا ابو سيدك. اخص عليك يا وردة ما تعمليش كده. انا اعمل اي حاجة في الدنيا عشان اعيش في وسط الناس مرفوعة الراس، ونمشي احنا الاتنين في ايدينا قمر ما يتقالش عليه ابن حرام. خلاص يا وردة اطمني، انا هعمل كل جهدي مع ابويا. لا يا فتحي ما تعملش حاجة، انا اللي هعمل. هتعملي ايه؟ هروح لابوك. يا نهارك اسود، انت هتروحي لابويا؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ انت
عاوزاك تربق البطنيه على دماغي ودماغك. يا اصلك ما تعرفيش العقاد الكبير. انا كنت عايزك في كلمتين يا ابو. مش وقته. يا براي قوم يا سيدي. المعلمين اليومين دول في حركة تنقلات في البوليس، لسه ما وصلتنيش الاسامي. نريح الوقت حبتين لحد ما تبان الرؤية. طيب والبضاعة اللي عندنا؟ هنوزع برضو بس على خفيف، والسعر خير. والتجار؟ كلمتي زي السيف، بلغ التجار شروطي الجديدة. اللي فاصل هنقطع رجله بالبطنية. واجب يا سيدي المعلمين. طب هنتصرف ازاي يابا؟ ده وانا جاي من اول البطنية شايف الحكومة نمل بيجري. ودي عايزة مفهومية. ما المعلم قال لك ان في حركة تنقلات في البوليس. طب هنطلع البضاعة ازاي عشان نوزعها؟ برعي. نعم ايه يا سيدي المعلمين؟ قرب عليا شوي. اؤمر يا سيدي المعلمين. بيع في حياتك. شايع الجنازة. كلنا لها، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. عاوز تقول إيه؟ عايز أقول بعد إذنك يعني يابا وشورى شورتك، أنا نويت أتجوز. عاوز أتجوز وردي الغزية. يابا دي بنت كويسة أو بنت حلال، وأنا بصراحة بقى حاسس إن دي اللي هتسعدني. ابن المعلم العقاد اتجوز غزية. بالظبط يابا، هي صحيح غزية لكن بنت شريفة أوي يابا. شريفة وتحمل منك في الحرام؟ أنا عاوز أخليه في الحلال. صح. متشكر أوي يابا. أنت لازم تتجوز. ربنا يخليك يابا. أنا اللي هجوزك بنفسي. طبعًا يابا، ما أنت الخير والبركة، هو أنا أقدر أتصرف أي تصرف إلا بإذنك وشورتك. أنا هشتري بيك أكبر معلم في كل الأنفاس. هجوزك بنت عبد الرحمن الناعس. بس يابا دي وردة بتحبني وأنا بحبها. هعمل لك أكبر فرح ما تعملش لأيها مخلوق في حي البطنية. يابا بس هعملهولك في نادي ضباط الشرطة. فتح العقاد. عقاد. والعقاد الكبير. كبير. والعقادية كلهم. كلهم. ومعلمين البطنية. بطنية. والمعلم ناعس. ناعس. وأنا وأنت. ألف مبروك عليا. لا وأنت السادة يا معلم. مبروك عليا وعليك. اللهم صل على النبي. ربنا هيجيب لك الفرج دلوقتي يا حبيبتي، هتتنتعي باذن الله بالسلامه. ربنا وياك يا حبيبتي.
عشان بطنك يا حبيبتي، ساعديني بس. انا يابا ما بقاش عندي طقطان على اللي بيحصل ده. يا حضرتك تتصرف يا تسيبني انا اتصرف. ادي جنايه خلفه البنات. ايه يا صفيه، جوزك تاني؟ ايوه يابا، قدام عينيا قدام عينيا دول عمال يوعد العوالي. عيب يا صفيه تتكلمي قدام المعلمين في فرح اخوك. اخرسي دلوقتي. حاضر. ارضك الخالع. ربنا وياك يا بابا. بسم الله توكلت على الله. وربنا هيجيب الفرج باذن الله. وردة، ازيك يا وردة؟ ازيك يا عريس؟ تعرف ان كل اللي حصل ده كان غصب عني، بس اهم حاجة ابننا. اصل انا سمعت. الحمد لله انك فضلت تسمع. ما قدرتش اجيلك البيت لحسن حد يشوفني، بس بقالي 3 ايام بتسرق من العالم كله واستناك هنا. الحمد لله على سلامتك يا ورد. انا مستعد اجر لك مفروش في اي حته متطرفه. سلم لي على البتنجان. احنا لازم نشوف حل يا ورد عشان الولد. تكتب كتابك على ام الولا ويعيش في جهته، مرفوع الراس مناخيره فوق. يا ريت يا ورد. انت عارفه ان دي امنيتي، بس اروح فين من ابويا ولا من ابوها؟ ده شغل معلمين بقى وانا مش قدهم. تبقى تخليك يا اخويا مع المحروسه وتنكشف من هنا. انا يا ورده بره. طب اجيلك ليله البيت بعد الحرم تنام. كان زمان وجابر. طب بس اشوف ابني ولو مره واحده. مش هتشوفه بعينك. اخرج بره يا ورده. ده ابني وانا بقول لك اخرج بره. انت هتخرج ولا لم عليك العالم وصوت وصرخ ولم عليك. طب خلاص خلاص. طيب يا ورده خارج. اسمعني كويس يا ابراهيم، اؤمر السيد المعلمين. لولا معزتك عندي ما كنتش كلفتك بالعمليه دي. انا رقبتي ليك يا معلم. انا مش عاوز حد، اي واحد يعرف حاجه عن الموضوع ده. ما بقاش برعي الواد مهما كان ابننا، واحنا ما نستغناش عن طنانة. ما تبقوش العقديه. روح هات الواد يا ابراهيم. واجب يا معلم. لا يا لهوي، ابني ابني ابني.
جابت. هو اللي خطب ابني. بالله عملوا فيا ما يعملوش مؤمن في كفرة. انا ملياش غير انك تكينه يرميني رمية الكلاب وفي الاخر يجي يخطب ابني. ابني اللي انا جبته منه. هتتبلى على الواد يا بنت ولا ايه؟ اتبلى عليه؟ هي لهوي؟ هو كان ناوي يتبرى منه ولا ايه؟ يعني حينكر من بنت الاشراف بنت غزية وغرزقية ومتعرضة لكل كلب كده برضه يا معلم. هو انا اللي بستجير بيك؟ مش عاوزة تخربي على ابني الوحيد وهو دلوقتي متجوز بنت سيدك. سيدي وانت سيدي وهو سيد سيدي وانا ماليش بركة الا انتوا بس رجعوني ابني. والنبي ابو سيدك يا معلم. ما نعرفش على ابنك اياته حاجه. وامشي اطلعي بره قبل ما اخليهم يرموك في الشارع اللي جيت منه. لا بقى ده انا اقلبها عليها وطيها. ده انا اجري واصرخ واسمع وافرج البطنيه كلها. لو لقيت راجل في البطنيه كلها يقف ضد العقاد يبقى ترحمي عليه قبل ما يتقتل. وهبلغ البوليس. عارفه الكراكون ولا ادلك عليه؟ اسمع يا بنت اما اقولك على الخلاصه. انا طقطان على الكلام ده ماليش. عارفه لو فتحت بوقك بكلمه الجبل يا متاوه ارموها بره. لا لا ابوس رجلك يا معلم ابوس رجلك بره. رجع لي ابني ابوس رجلك الرعب يا معلم بره. الرعب يا معلم بره. ابوس رجلك ابني يا معلم ابني يا معلم ابني يا معلم يا معلم يا معلم ربنا يتقبل منك ربنا يتقبل شوف يا ترى مين عارف هتطلع بتاع حشيش ولا حكمدار. انت من الصبح تروح الصحة وتأيده باسمك. حاضر. انا هسميه ادهم على اسم المرحوم ابويا. وتشوفوا له ام تانية بأيها اسم وتقولوا عليها من جرجة من الفيوم السويس. السويس السويس هل احنا رجلنا هناك على طول وممكن الواحد يكون له هناك جوازه متدكنه. طول عمرك موزون يا ابو راي. بقول لك ايه؟ الواد ده مش هتقبله بنت الناعس ولا هترضى تربيه. خيركم على اولادي من زمان اخده اتربى معاه. الواد ده عاوز ابعده عن البطنيه. خده على شقه الزمالك قعده مع ام بنتك سماح. واجب يا معلم. تشكر يا برعي. العفو يا سيدي المعلمين انت تؤمر. خد يا برعي. انت هتفضل هايف طول عمرك؟ احنا اصحاب كار عاوز القلب الحجر. يابا اخرس ولا كلمة. خد يا برعي. مع الف سلامة وتصبح على الف الف خير يا معلم.
اصبروا عليك. ابوسه بوسه واحده ابوها هيديهولك. تعالى على امك. مفتوح على اوضته. ده ابني. ده ابني يا برحي. خد بس اوام اوام. حبيبتي يا وردة. ليلتك انس. يبقى ادعيلي. وجاب يا معلم. غيره. حته زيت يا معلم. النظام. مش عاوز اهزه حد. خش يا جدعان انت في الطابور. احنا مش واقفين في جمعان. والله عال. ده يا راجل سايبني انا والعيال من غير ولا مليم. وجاي تصرف فلوسك هنا بالهباب ده؟ ها؟ مش حرام عليك ان ولادك مش لاقيين اللقمه؟ ايه اللي جابك هنا يا ولية؟ انا مش قايلك 100 مره ما تجيش برايا في اي حته. يلا مش من قدام الطير نفوخي. امشي اروح فين واللي متكومين هناك دول مين هيصرف عليهم؟ وبعدين في بقى على بال سيبوك بعيد عني انك تصرف مدبولي. حاضر يا معلم. انت بتضربني بتضربني يا عيله الرجاله. طيب خالص اسمع انت وهي. احنا مش عايزين دوشه هنا. روحوا اتخانقوا بعيد عن هنا. اجري. ايه ده ايه ده؟ انا بقول لك ايه؟ اوعى تحط ايدك على حريمي فاهم؟ يلا عبد الحق تاني. طيب يا عم ماليش بركه الا انت. يلا غور بقى. يلا اخوان توه مفيش بيع دلوقتي. يلا الطريق توه هو. الله يعافينا على البوليس زي ما اكلنا على مزاجنا. معلش يا حلو اجل دخلتك الليله. الله كده. لا مؤاخذه يا الضابط. بتدور على حاجه؟ انت عارف كويس انا بدور على ايه. عبد الله. معلش. المره الجايه حلاق اللي بدور عليه. احنا ورانا ايه؟ ما تيجوا تشربوا شاي. جاي لك يا برعي. يا حبيبي يا ناعم. كلامك ناعم. ما اقدرش عليك ما اقدرش يا حبيبي يا ناعم. الراجل مننا كلمته شرف يا سعادة البيه. واحنا بينا اتفاق. وكل واحد ينفذ نصيبه في الاتفاق. بلاش الحطله دي بقى ووجع الدماغ. ما انت كمان يا معلم. بتشتغل من ورانا. رفعت السعر من غير ما تسأل فينا. قلت انبهك يمكن تفتكر الناس اللي معاك. وانا مهما رحت ولا جيت انا وسط خير مش اكتر. مفهوم يا سعادة البيه. اسعني مش بالطريقة دي. ده لولا ستر ربنا كانت البضاعة والرجالة راحوا اوانطة. العموم انا تحت امرك. نزود المعلومه. بس انت كمان زود الشرف في المعامله.
مع السلامة سعادة البيه. خلاص بلاش نشتغل. وافرض ما دفعناش، ايه اللي هيحصل؟ ولا عملية هتفوت. ده غير بقى من كل شوية والتانية البوليس هيطب لنا هنا. يا ابني البوليس مفتح عيني قوي. ولولا صاحبنا كان زماننا قاعدين نبيع بطاطا. كلامك حكم يا معلم. غل الصنف التاني يا ابو راعي. واجب يا معلم. وبكده يبقى الحشاشين هم اللي بيدفعوا للحكومه. مالك يا بنت؟ ايه اللي جابك؟ كمال طلقني يابا. روح انت يا برا دلوقتي. امرك يا معلم. ازاي ده يحصل؟ قاعد يشتمني ولعن زنزفيل اللي خلفوني، وكل ده علشان خاطر واحده ما استعنهاش تشتغل عندي خدامه. الكلب ده هو فاكر نفسه ايه؟ ازاي يجيب سيرتنا؟ طب انا هروح اكسر رقبته. خش جوه دلوقتي. انا مش عايز اعيش معاه تاني يابا. خش دلوقتي. حاضر. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انت مش عارف اختك؟ اتكفر بلد. انت ناسي مين قرايب جوزك؟ انا مش عاوز مشاكل من دول. كفايه اللي انا فيه. ابعت خليل يجيب عفشها ويبقى طلاق من سكات. لك همة انت هو شويه. حاضر يا معلم. يلا نزل. الله زمان يا ابو بوليا. هتوحشنا بالقوي. كله تمام يا سفادي. وايه اللي كله تمام؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ واقف تعلن في الحاره. دخل العفش من سكات. مش عاوزين حد يتكلم. مهمه. حط بس فتحي. ايه لك واشرب من دمك يا نهار. يا مجرمين يا ظلمه. ظلمه. كلكم مشتركين في عزلة ابني. سيبها يا خليل. يا ظلمه. سيبوها. يا ظلمة. يا ظلمة. يا ظلمة. يحرقوا قلبي. وانتم. واحد يتفرجوا. يضربوني في وسطيكم. وانتم. اسم الله عليكم. ما مش راجل. وسع ما مش راجل يقفلوا ليا. وردة. ما مش راجل يقفلوا ليا. قول لحالك لحالك. يلا. يقفلوا ليا. يا وردة. ليه مش عمال عارفه ان الكليه بتبهدلي نفسك البهدله دي؟ انا يا مرعي. ابعد عني. انت مش عندي الناس دي يا ورده. لا عندهم. عندهم يا مرعي. دم ابني مش هيروح حاضر ابدا. ابدا. فاهم يعني ايه؟ انا وراك والزمن طويل. يا سفاحين. يا مجرمين. يا كفره. يا ولد الكلب. يا ظلمة. ظلمة يا كفار. ربنا ينتقم منكم. ربنا ينتقم منكم.
سلك الدم. دم عمره ما هينغسل. خسارة. ألف خسارة. خلاص. من بعد موت ابني مبقاش في حاجة في الدنيا تحصل عليها. ما تقوليش كده. ده انت السادة اللي سماكي وردة. وفي برضه اللي يعرف قيمتك ويقدرك. انت بتقول ايه؟ بقول لك انسي. عايز ننسى وتفتكري. طب امشي من وشي يا ورعي. انا قد الاول ومستعد لكافة شيء. امشي من وشي السعادة يا ورعي. امشي. ما تسمعيني يا وردة. الله بقول لك امشي. انا يا علبة جاذيب يا عجنة. طب خلاص همشي همشي. استني همشي. وين؟ طب يا ورد بس هيجي اليوم وهتيجي يا ورد. فرجيني كمان يا دنيا فرجيني. وانا هفرجك. يا وانت يا وليه ما بتتعبيش من الصورة دي. افرض اتمسكت هروح فين من بعدك؟ هيجرى ايه لعيالك؟ فال الله ولا فالك. عشان خاطري يا برا عشان خاطري سيبك من الكار المهبب ده. اسيبه واشتغل ايه؟ مهندس؟ ادخل مهندس ما بيكسبش الربع اللي بتصرف عليه. فكر في مستقبلهم وابعد عن الكار اللي هيعرهم لما يكبروا. بلا اعرف. منظر يا سيدي. ما انت دخلت طب لكن كلها سنه وحصلك. الشاي يا ولاد. قصدك يا دكاتره. ماما. نعم. ربنا يخليك لينا يا ماما. ربنا يخليكوا انتوا يا حبايبي وينجحكم. تدفع شاي؟ يا حبيبي انت مش بتحب جدك اللي بيحبك ويجيب لك كل حاجه؟ لكن انا عايز اقعد مع سماح يا بابا. خلاص يا سيدي سماح هتبقى تجيلك كل يوم وتلعب معاك. والله ما كان له لزوم يا فتحي. وطلع فتحي العقاد بحته سهول متجوز في السويس ومخلف واد. اللي هو مين؟ بقول لك فتحي العقاد. انت يا صفية مبسوط من المدرسة الجديدة؟ مدرسة هي اللي مبسوطة مني. طبعا اللي منها مش انت العقد الصغير. بص يا جدو اقرا هنا. يا ابني وانا بعرف استقرا. اخص. اصل انا ما روحتش مدارس. يا جد انا بتربي في فرصة. نعم يابا. خد يا ادهم حميه وحضري له الغداء. يلا يا حبيبي. بص يا عم ادهم خدت ايه النهارده؟ 10 على 10. شاطر شاطر قوي. المدرس خلى المدرسة كلها تسقف. انا عاوز بنتك كل يوم. ايوه لغاية ما تكبر بتبقى دكتور. ليه ليه ليه؟ انا عاوز محامي ابو كيتو من اللي بينفعونا. لا جد انا عايز ابقى عايز ابقى وكيل نيابة. اللهم احفظنا. الله يسامحك يا دنيا
جديك يا احنا رامين الهم ورانا نيجي نلاقيه قدامنا ما تروقي الانان امال على راي اللي قال جيت لك يا عبد المعين تبسطني لقيتك يا عبد المعين زعلان صعبان عليا اللي شفته من عديم الخير والجرح في القلب غنوه والدموع موال والضحك على الشفه والنار في الحشه ولعه ويعمل ايه الاصيل لو تخدعه الانداد يا ست قل من ناد لوفي اقبل اندالك يا جوه وانت مكتوم ليه يا عبس انت معسل ولا التعمير لطشات بشر ده انا اللي لطش تماما قديمه ده اللي في البيت بقول لك ايه؟ ما تقولش حاجه يا راجل، انت هتكبر تعمل نفسك واحد. ده انا واحد ونص. ما تقولش واحد ونص لا يحرقوك يا كراجل. مره واحد من تجار الصنف قاعد مسلطن قوي. جاله شحات قال له اديني قرش يا معلم. قال له هات 10 جنيه. حلوة كل واحد عارف هيعمل ايه؟ ايوه يا استاذ فتحي من غير بس المعلم الكبير عاوز العمليه تك تك هوا تمشي في السليم احنا جاهزين واخر قسط وانت خليل انا 100 فل يا استاذ فتحي انا عاوز العمليه تتم في اسرع من لمح البصر عربيه الاسعاف جاهزه يا ابو رعي جاهزه على ما نوصل هناك تكون البضاعه حاضره ربنا معاكم اتكلوا سمعتي وعرفت السكة جاهزة روحي بالقوي يا خيل طيب انا هروح اروش معهم خمسة وبعدين النصراني يبقى عليا تعجبني يا خيل بقول لك ايه بس هو هياخدوك في الاسعاف تمشي يا جميل يا معلمه ولا احنا مش قد المقام فخرتك بفسوخه متكحه ومتدوخه وانا بالبال وجاوي طب بس يا غلباوي الله الله يا واد ومفتاحه وعفره قوي ومزعزعه تشكر كتر خير طلع من مناخيري هات يا ابني حجرين عليا حجرين عليك مش كفايه لازم يجيبوا لك كم حجر عشان يكتموا نفسك
عشان يشتري النص التاني. حلوة يا معلمة. الجاية أحلى يا كرودي. مرة واحد مسطول قوي ركب أتوبيس، لقى كرسي فاضي. مين شرب الكرسي ده يا جدعان؟ نشكر شويش. بوليس! الزمن دلوقتي عديم الاصل، ومفيش معلم فينا بيخلى من خاين ابن حرام. ايه حكايتي بقى انا اللي هشوفها؟ نعم طبعا يهمني براي. ابن معروف يا بيه ده هيتعرض بكره على قاضي المعارضات. نعم يخسى الحظ ده، بعد كده هيتحول على محكمة الجنايات. رقبتي سدادة في كل الأمور، بس ارجع لي براي. العكس في السجن اسمه اليمك، اليمك ده بيرم بدن الطور يخليه يكسر كل حجارة الجبل. بس هتخرج امتى يا ابو؟ شهرين. صعبان عليا 7 سنين اشوفك من ورا السلك يا ابو. السجن للرجالة ياض. لا يا ابو ده كلام فارغ، حضرتك عارف السجن لمين. ده كلام تقوله برضه يا سامي؟ سيبيه ما تكلموش، الواد ما غلطش، وانت ما انت ياما نصحتيني. انا سبت لك فلوس في امانات السجن، وسبت لك غيارين عند الضابط، وتلفيحة صوف. تسلمي لي وتعيش يا صبرة يا طيبة. تسلم لي انت وترجع لولادك بالسلام. كل واحد يقف في الطابور، واللي يجي عليه الدور تكون فلوسه جاهزة، واللي مش جاهز يروح. نعم. بص قرش من 10. بص افيون. انت في السن ده ولسه بتاخد افيون؟ تعالى يا غدا. ايه دول؟ ما معيش غيرهم. يعني ايه ما معكش غيرهم؟ بنجبي هنا. هات كتك الهم. ابوس ايدك. دماغي هتنفجر. دماغي ورا في ايه؟ ما اقدرش. دماغي يا ناس. خدوا هدومي. خدوا بنتي، خدوها خليها عندكم قبل ما اجيب لكم الفلوس. بنتك دي؟ ايوه. خدوها. خليكي هنا يا فاطمه، خليكي هنا. ما تسيبنيش يابا، خدني معاك يابا، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش يابا، خدني معاك يابا، ما تسيبنيش. ابوس ايديكم، ما تاخدونيش، ابوس ايديكم، ما تاخدونيش، ابوس ايديكم، ابوس ايديكم، ما تاخدونيش. لو النبي ما تاخدونيش، لو النبي، لو النبي. الحقني يابا، الحقني. امسكوه. يا ابن الحرميه بقى مش مال عينك راجل من الرجاله اللي واقفين كلهم؟ شوف العافيه يا ده مدبولي. والنام ده باين عليه اهبل وعبيط. بعد عنك ارمى
مو بعيد، احنا ناقصين بلاوي. يلا قوم يا هنا. مالك يا واد؟ مالك يا واد؟ ايه اللي عملت كده؟ معاك ما اكلتش بقالي يومين. كنت اخد عز سلموني سلموني للكلام. هما مش هيبطلوا بقى افترى على خلق الله. إله يبتلكوا بكبسه مستتفه تاخدكوا كلكوا في ابو زعبل. يا قادر يا كريم قوم يا واد معايا قوم، ربنا يخرب بيوتكم. اجيب لك حاجه تاني؟ اشرب شوف الاب شوف. يا واد بتقول ايه؟ مش فاهمه منك حاجه. عشان استمخ بقى. عايز تستمخ؟ انت كمان بتشرب المدعو الهباب اللي بيشربوه. لا 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 ما بشربش مدعو. لا يا شيخ بقى ما بتشربوش، امال ايه اللي مدهوي لحالك بالشكل ده؟ انا عامل شغل، عايز اكل. شغل؟ وما لقيتش غير جهنم دي جاي تلقط فيها عيشك؟ جهنم يعني. ايه استعبط يا واد استعبط بقى، ما انتش عارف هنا فيه ايه؟ فيه؟ اخ يا انا منك ومن عبطك. فيه المدعو اللي اسمه كيف، السم الاسود اللي ولاد الحرام بيبيعوه. ربنا يفرح معاك. ربنا يفرح معاك. حسين لا بأس. طب خلاص خلاص اطمن اطمن هشغلك معاك. ربنا يخليك. خلاص يا واد يخرب عقلك، ايه القرف ده؟ انت بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه؟ بشتغل رقاصه يا رحوم. لا يا شود انا ما اعرفش القص. ينيلك ده انت باين عليك منيل بصحيح. ألف حمد لله على السلامة يا أبو رعين. الله يسلمك يا سيدي المعلمين، وحشتيني وحشتيني. كفارة يا أبو رعين. ربنا يخليك ليا يا سيدي المعلمين، ربنا ما يحرمنيش منك. غمرتني بعطفك وحنانك وأنا في السجن. تشكر يا أبو رعين، طول عمرك راجل وشاب. أدهم ابني. شفت كبر إزاي؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حمد لله على السلامة يا أبو رعين. الله يسلمك يا ابني، أهلاً أهلاً. دخل يا سيدي كلية الحقوق مع بنتك سماح. ما شاء الله ما شاء الله، تلاقيهم العفاريت متفقين على كده مع بعض. او على اي حال يبقى عندنا اللي يدافعوا عننا. يا الف الف اجدع مسا. يا وقت انت اسكت، انت مالك انت؟ انا بمشي على الحلاوه. الحلاوه بتاع السجن. الله 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 الله، السجن للجدعان. لكن المزاج هنا. انا اول ما خرجت جيت على هنا على طول. يا راجل طب نسوانك اولى. نسوان كلها بنت عليها السبع سنين، لكن انت زي ما انت ورده مفتحه. الله اكبر. انا اهلا عينك. انت باين عليكي هتروقينا قوي قوي قوي. ما كانش نعاس ولا خرطت للويل ولا عشان خاطري. ما كانش نعذر ولا بعذر. الله 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 الله، يعني هتحرمينا الليله يا ست الكل؟ معلش يا ابو الدوبل، اصل مزاج الليله دي مش هو. انا خليهولك هو وادع هو، احنا لنا بركه اللي هو. يلا احنا مزكتيه، خد وانت خد وانت خد. اجدع سلام لمعلمين البطنية يا معلم ميمي.
سفروت. خد هذا سفروت لاجل الورد نسيل عليك. ربنا يكفيك شر الراحه يا سلام. وانت كمان يا ست الكل تاني كل خير. خير. طب يا ابو الخير. مساء الخير. مالك انت؟ كده برضه وردة؟ أنا غير يا معلم، أنت مالك بقى؟ لا أنت مش نقطتها وخلاص. لا، مش خلاص. سمعوني أجدع سلام لأحلى وردة. أظن ما تجيش كده يا ست وردة، ده إحنا كلنا مشتاقين. ما دام مشتاق، اشتري. عينينا، بس. العين بصيرة والإيد قصيرة. إيه دي؟ 25 قرش؟ ومال مقبولة منك. بصلة المحب خروج، ومدام شارينا نشيلك جوه عينينا. ليلتك أنتيك، دق يا مزيكا. رقصها يا جدع.
شيشي بيتي بتنيش اسأل مجرب زي حالاتي حشش بيبادي باري يسبخ يوماتي اسأل مجرب زي حالاتي حشش بيبادي باري يسبخ يوماتي خمسين جراية ستين سبعين ها مرحب خمسين جراية ستين سبعين ها يا مرحب ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا براي؟ يكونش السجادة وابوك ده يا معلم. انا اللي فكرت النوبة دي الحكم كان خفيف، النوبة الجاية ما فيهاش يما ارحميني. لا حد يسيب كارو اللي طول عمره عايش فيه وبيكسب من ورا دهب ويجري ورا كارت تاني لسه ما عرفوش. بصراحة معلم ما تاخذنيش، الولاد كبرت وكلها شويتين وحيبقوا دكاترة وسماح هتبقى محامية وهي بقت على وش جواز. إذا كان على جواز سماح اطمن أنا عارف مين عرسها. ما تتصوريش أنا معجب قد إيه بالخطوة العظيمة اللي عملها والدك، ونفسي نفسي بابا وجدي يفكروا زي كده. تريت يا أدهم ونعيش مع بعض بجو نظيف من غير لا قلق ولا خوف. مش عارف إزاي هبقى وكيل نيابة وأهلي أهلي كلهم مجرمين. ليه ما بتحاولش معاهم يا أدهم؟ لا أصلك أصلك ما تعرفيهمش. المهم عربيتك اتأخرت ودي فرصة. فرصة ليه؟ أوصلك الزمان. فكر بس على شرط. إيه؟ عن طريق حلوان. بس كده؟ عن طريق اسكندرية. تاني مرة خلي بالك الشارع للبني ادمين. بني ادمين؟ هو انت شايف ان اللي هنا دول بني ادمين؟ اسمك ايه؟ ليه؟ هتشتكيني لاهلك يذبحوني؟ انا اهلي ما بيذبحوش حد. اه لا مؤاخذة، ده انت بتتكلم. انت يظهر في حاجة مزعلاك. زعلانة؟ لا سمح الله. هو انتوا حد يستاجر يزعل منكو؟ ان كان حد من عندنا يضايقك في حاجه قوليلي وانا اقول لجدك. جدك سلم لي على البتنجان. بقول لك ايه، انا ما احبش حد يكلمني بالطريقه دي. طبعا يا ربايه العز، مترهف يجرحوا الكلام وغيره ينذبح قبل ما ينطق. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه. غيرك برضه يا حبيبي، ملحقتش يفهم. انا الحق عليا اللي فكرت اساعدك. المساعد ربنا يا اخويا. الظالم الناس وحشين دول. اه يا حرقة قلبي من دول. اللي بينكم انا ما شفت الدم، الدم اللي ما يغسلوش غير الدم اللي زيه يا سفروت. نسيت يا رب. امال انا قاعدة لهم ليه؟ ده ما فيش حد في الجيهة او غير الجيهة الا لما يتمنى ضفري. ما كنت اروح اتجوز لي قرشين او اتكن في اي حضن.
بدل كل ليله ما انا عماله اكرس واخمس واسقي وارقص وكل عين تنهش في لحمي زي الضوافر. رب رب يخليك عليهم يا رب. انا خدامك يا ست وانا انا بحبك قوي قوي يا ست وانا. وليه الناس اللي مزعلني بدون انا هروح اموتهم بالتوبه. حكاية طويلة قوي، حكاية عمري. تعرف تعرف لو شقت صدري هتلاقي قلبي شكله ايه؟ ايه يا ست والدة؟ هتلاقي فحمة سودة محروقة بالنار. انا عايش عشان الموت، والموت هو اللي هيحييني. انا بس عشان انتقم اللي حرقوا قلبي. بعد ما تبني ماتت الدنيا كلها في نظري، مبقالهاش اي طعم، مبقالهاش اي لون. بتضحكي للناس وبترقصي الألبانة زي الفرخه المذبوحه اللي بتتطوح من حلاوه الروح. تتودى انا مش فاهم حاجه، لكن لقبت يا ست والدة. يا ريتك كنت تقدر يا سفروت. ده ما يقدرش عليهم الا الشديد القوي. اقدر. 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 سمعت حكايه كده ما فهمتهاش، وخايف حد من عندنا يكون عمل حاجه. انا زي اللي سمعتها. وسمعتها منين؟ من واحده في الحرم، باين عليها تكرهنا قوي، صاحبه القهوه اللي قدامنا. قالت لك ايه؟ هو حضرتك تعرفها؟ رد عليا. قالت لك ايه؟ انا ما فهمتش منها حاجه، لكن حسيت. حسيت بايه؟ مش عارف يا جدي، بس حسيت انها بتكرهنا قوي، وبتكرهني انا بالذات، مع اني كلمتها كويس. وبتكلمي الاشكال دي ليه؟ يعني حضرتك عارفها؟ زي ما انا عارف كل الدبانه بتزن وكل ناموسه بتطن في البطنيه. وعارف حكايتها؟ ملهاش حكاية زيت عن حكاية أشكالها كلهم. أنت ما تكلمش البنت دي تاني. حاضر يا جدع. بس أنا أنت إيه؟ مش عارف إيه اللي خلاها تصعب عليا. أنت لو كلمت البنت دي تاني هجلدك بكرباك. عشان مصلحتك يا أنا. أنت عارف أنا بحبك قد إيه. مالكش دعوة خالص بتبقى الحارة. نهارك ورد يا ست ورد. ابعد الف عاد. اوعى على حسابك. اوعى. اضربني يا ست ورد. ماشي اللي يضربك يا سفروت. يا ده اوعى. ها جرايه يا واد. مالك؟
جاي كده وفرد لي قلوعك. المعلم برعي. ايش كمان عاوزك تروحي لي؟ ما بروحش لحد يا رحمك. طب تروح في الحنه يا رحمك. لا تفعت بس يا واد، ربنا يهدك. معلش يا سفرود. المعلم برعي مشدد قوي. سلم لي على البتنجان، يشدد على لقانيهم. هو برضه قال لي انك مش هتوافقي تيجي في الاول، عشان كده قال لي اقول لك نشرة الاخبار. نشرة الاخبار هتكون ايه يعني؟ يا اما باع هباب يا اما اشترى سم. لا ما خلاص خلاص خلاص. ايه يا اخويا؟ المعلم برع سبكار وخلع من المعلم عقاد. الكلام اللي بتقوله ده يا بالدوب؟ زي ما بقول لك كده. مش معقول يعني المعلم برع خلاص ساب المعلم عقاد؟ ولا له دعوه ولا يعجبه اي حد خالص. احنا دلوقتي مع المعلم شوفور ليه سنيوره فيا مستر مرشيدس. ألف مرحبا. ازيك يا معلم؟ يوه يقطعني، قصدي ازيك يا برعي بيه؟ لايق عليا البهوية كده. اخر ايافة يخرب بيت بدلتك. تعالي 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 اقعدي معايا على المكتب. يا اخويا المثل بيقول ابعد عن الشر وغنيلي. اعوذ بالله. شر مين؟ ده احنا على نظام يا الف الف بعد الشر، مش نظام غنيله كده. امال ايه النظام؟ غني لي شوية شوية. سلم لي على البتنجان. أحبه. استنك يا برع في اللي أنت فيه. جرايا يا راجل، مش هتشيلني بقى من نفوخك. الله الله الله، مبقاش برع اللي يغوى حاجة ولا يطلاش. لكن صوابعك مش زي بعضها. أخ، طب تعالي بقى وأنا انا بقى بتاع اللي تتاقل بالذهب والالماس. ايه ده؟ هدية دي يا برعي؟ اعتبريه عربون محبة. طب على مهلك. حبة حبة. احبك. تتعب. ايوه لكن هستريح. انا وردة ما يخلصنيش افضل ساكت وانا شايفك بالبهدلة اللي انت فيها دي. مش وردة ست الستات اللي ترقص كل ليلة للمساطير. حكم عليا الزمن والحكم تأبيدة. بس انا بقى هطلعك افراد. ايش كمان؟ الله، طب ما انت عارفة ان طول عمري شريك بيكي. انت هتقولي ما هو الماضي يشهد ويقول. انا عارف ان في اشاعه كذب مشيلاك مني. طب احلف لك بايه ان انا مظلوم؟ احلف لي باللاتي. انا ماليش يد في الموضوع ده كله. لازم امي اللي طلعت من تربتها وسرقت الواد من فرشته. الله يجازيهم بس العقاد وفتحي. بس هم اللي قاموا بالعمليه كلها. انا ما كنتش في البطنيه نهاريها، انا كنت في البحر الاحمر. لف لي اصدقك. ما هو مفيش فايده ما دام انت مش مصدقاني. ده انا عايز اعوضك عن الايام السودة اللي انت عشتيها. عايز افرش لك الارض بنكنوت. واتمختر يا برا. بس ما تدوسيش على قلبي. سلمت قلبك. انا عايز اخليكي ورده مفتحه. اخر تفتيح واللي خلقك. بس عن شرط. اشرط يا برا. محدش يشم غيري. وايه كمان يا برع؟ انا عايزك كل كوردة. اخبار الناس راحة جاية. مش بس انا عايزك كل كوردة، عايزك كوردة.
قلت ايه؟ ورد طلت عليا يا ورد. ملح بقلبي اول ملح بقلبي اقول له متان ملعنا نسوان ولا لقيت ولا جان اقول له ملح كان عايز ايه الراجل ده؟ كان عايز يسلم على البتنجان. انا كنت فاكر عايزه في حاجه مهمه. ينيلك يا واد، هو في اهم منه دلوقتي؟ ده بقى برع بيه على سن ورم. لا 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 لا، انا شايفك مبسوطه عشان تقول من الراجل ده. هو يكون ضحك عليك. يضحك على مين يا منيل؟ عيب. ولا ده بحر وغبيت، احنا سقده. عيب يا واد، ده انا ورده. كان هو بحر غويط انا هغتصلك فيه واعرف قراره، ومن قراره هبتدي انفذ كل اللي في دماغي. ينيلك. قلب عليك يا ست قلب. رب كبير. حلو قوي العربيه دي يا برع، على كام؟ ايه بس فاتح انت بس طول ده برضه كله اتفضل خيركم. طب اذا كان ليا طلب تاني. لا بتفداك يا سيدي. المعلم الكبير مش هين علينا انك سبتنا يا برعم، وعاوزك ترجع تشتغل معانا تاني. يا ريت يا سيدي، انا خلاص خدت عهد على نفسي امام الله وطلعت الشغلانه دي بيت ثلاثه. هندفع لك كل اللي تطلبه يا برعم. الحمد لله انا كده راضي برزقي ورزق عيالي. الله الغني عن دكار. ما هو كارك برضه يا برع. حد الله. ربنا تاب عليا. يعني ارجع اقول للمعلم الكبير ايه؟ قول له حد الله. السلام عليكم يابا. وعليكم السلام. ايه يابا، اشتريناها من السوق. طلعت هي بضاعتنا اللي اتسرقت في البحر الاحمر. ايوه هي يا معلمي، زهرة الانشراح. اشتريتوها منين؟ تاجر اي كلام، وهو مشتريها من واحد والواحد من واحد. معروفين؟ لا ابدا يابا، لسه مستجدين في السوق. اكيد اللي عمل فينا العمله دي وراها معلم كبير. ست وردة؟ ازيك يا معلم مدبولي؟ معلم؟ أنا معلم؟ أيوه أنت المعلم، أنت مش عارف قيمة نفسك ولا إيه؟ أنا قول لي يا معلم، أنت مع المعلم برعي ولا مع العقاد الكبير؟ أنا بقى بشتغل مع الوشين. وأنا بقى الوش التالت. ده أنت القمر. طب
تعالى معايا. على فين؟ هنسلم على الفنجان. كده بكتير وخالد براءة. اديني بحاول. اتفضل اشتريت. قلب عندك يا معلم عقاد. انا اول ما بلغني الخبر خدت الحته الشفرليه وجيت لك طوالي. تشكر يا برعي. طول عمرك جدع وصاحب وقت. شد حيلك. شد حيلك يا معلم ناعس. شد على الله يا برعي. عن اذنكم يا رجاله. البيت بيتك يا معلم ناعس. طبعا طبعا يا معلم. ربنا يصبرنا جميعا. انا معاك يا سيدي المعلمين. ربنا يصبرنا كلنا. مش بتكلم عن ابويا لوحده. انا بتكلم عنك انت كمان. انا يا ادم امسكوني. مفيش حد في الدنيا اكبر من القانون. لا في أنا مؤقتا جايز بسبب ظروف جايز بسبب فساد جايز، لكن مفيش حاجة من دي بتدوم، واللي بيدوم وينتصر في الآخر هو القانون. يوه أهو ده عيب مدرسة الحقوق، بتعلم كل فلسفة. تعلم الحق يا جدي. يا جدو احنا مفيش حد معانا دلوقتي، واسمح لي أنا الصغير أنصحك وأقول لك تسيب الشغلانة دي، اشتغل أي حاجة تانية، مقاول، رجل أعمال، تاجر. طب ما أنا تاجر. تجارة ضد الناس؟ ببيع لهم السعادة. بتبيع لهم الموت. أنا ما بضربش حد على إيده وأكتفه وأغصب عليه يشد النفس، هو اللي بيشده بمزاجه. لكن النفس ده حرام وأنت بتبيعه. مين اللي قال لك حرام؟ الشريعة. ربنا ما حرمش غير الخمر. ربنا حرم أي حاجة تذهب العقل. الخمر، الحشيش، وأي اختراع تاني يظهر ولو بعد 1000 سنة. إذا كان بيذهب العقل، يعني يغيب الناس عن وعيها. بقول لك إيه؟ أنا مش بعلمك يا واد عشان توعظني، حتى لو الحشيش ده طين، إحنا اتولدنا فيه وتربينا فيه وعملنا منه دهب وهو عملنا بني آدمين. بني آدمين؟ فكرتني بصاحبة القهوة اللي سألتني إذا كنت صحيح شايف هنا بني آدمين.
ايه اللي جابن دلوقتي؟ في حد هنا؟ لا، سافروت بينظف القهوة. طيب المعلم عاوز يكسروني. عايزني في ايه؟ مفيش حاجة جديدة. كل اللي بيحصل ده ومفيش حاجة جديدة. وحد يجي الساعة دي يا نايل على عينك؟ أنا المعلم لما بيديني أمر ما ببصش في الساعة. طيب عايزني امتى؟ دلوقتي حالا. جالك كلام يا معلم خليل؟ هادي مدبولي. مش دي وردة؟ لا هتكون مين يعني؟ وسايب الغرزة وراح فين السعادة؟ السعادة وغير السعادة بأنها مخاوية برا البطنية. روح انت وراها اعرف لي حكايتها. سيبني انا مدبولي. عناية. ايه ده يا واد؟ مين اللي عمل فيه كده؟ خلاص يا معلم. الغمة اللي كانت على عينينا راحت وانكشف المستور. غمة ايه ومستورة ايه يا واد؟ فسر كلامك. عرفنا مين الخاين اللي كان بيننا وعمل البلاوي دي كلها واللي دخل في فتح السجن. الكلب ده؟ الكلب ده ليه صاحب، هو اللي بيحركه. برعي الكشري يا معلم هو اللي عمل فينا كل ده. برعي؟ انت بتقول ايه؟ هو كده يا معلم. وايه اللي يخليه يعمل كده؟ بشرفك هي دي الحقيقة يا معلم. فانت يا قول للمعلم على كل حاجة. حاضر حاضر. مظبوط يا سيدي المعلمين. هو دلوقتي اللي موزع البضاعة في السوق كله. ومين اللي كان بيديله أسرارنا؟ أنا أنا ووردة الغازية هي اللي كانت المرسال. مفيش أي حد بتتهمه أو بتشك فيه؟ يا سامي يا عماد هما فين؟ إذا كان فيه بينك وبين أي حد عداء قولينا على اسمه والباقي علينا. يا عماد رد عليا يا سامي. أرجوك يا معلم برعي، سكوتك ده مش هيفيدك وبالتالي مش هيفيدنا، وإحنا ممكن ننتقم لك بالقانون وبالعدل. حرام عليكم،
حرام عليكم، ابوس رجلكم ارحموني، مش عايز اموت، مش عايز اموت. فاكر القبر ده يا مدبولي؟ القبر ده كنا عاملينه مخزن للبضاعة اللي المعلم بتاعك اتقبض هنا عليه. دلوقتي هيبقى قبرك انت. ابوس رجليكم، اعملوا اي حاجة، اعملوا اي حاجة بس ما تموتونيش. ما تخافش ما تخافش، كلها يومين تلاتة والمعلم بتاعك هيشرف هنا. حرام عليكم. وينام جنبك. اطلع يا سياد. مش عايز اموت، حرام عليكم، مش عايز اموت، ما تسيبونيش، ما تسيبونيش، حرام عليكم، حرام عليكم، مش عايز اموت، مش عايز اموت، حرام عليكم، حرام عليكم. على الستة. خلاص ستمنا، روح اندهلها يا الفوت. اسمي مش عارفها الفوت، اسمي سفنوت وست نايمة. خلاص بكرة الصبح امشي. روح صحيها. يا مصيبتي، ايه يا راجل انت، ايه اللي بتعمله ده؟ مساء الفل يا ست الكل. مساء الزفت على دماغك، انت عايز ايه؟ عايزينك في كلمتين. ايه؟ اوعى تغوى. المعلم الكبير بيمسي عليك وبعت لك الهديه دي. ها؟ لازم تسيبي حي بطنيه حالا، دول مش هيسيبوكي، هيرجعوا لك تاني. سفروت انت بتتكلم، وايه اللي عملته ده؟ مش وقته. انت مين؟ مش وقته يا ورده. لا انت مش ممكن تكون سفروت، اللي عملته ده مش ممكن سفروت يعمله. انت مين؟ اتكلم، انت مين؟ اعملي الاول اللي بقولك عليه، ما تضيعيش وقت. لازم تسيبي حي بطنيه حالا، هيقتلوك يا ورده لازم. سفروت سفروت سفروت. أدخل. أهلاً 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 يا سفرود. أهلاً بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضل. أخبارك نصها كويس ونصها وحش. المهمة اللي قمت بيها كان ليها نتيجتين، نتيجة مباشرة ودي نجحت فيها وأنقذت وردة من الأكل، والنتيجة الغير مباشرة اللي ما نجحتش فيها هي القبض على تجار المخدرات في البطنية. المعركة بالنسبة لي لسه ما انتهتش يا فندم. لا 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 لا، انتهت. انت انكشفت، وعشان كده انا هعين ضابط تاني يكمل مطرحك. لا يا فندم، ارجوك، دي مهمتي ولازم اخلصها. تخلصها ازاي؟ اذا كنت انت ما تقدرش تخش البطنية تاني. البطنية هي اللي تطلع لي بره يا فندم. من خلال وردة. Thank you.
شفت الضنا غالي ازاي يا برعي؟ لما تشوف ولادك بتتقتل وانا اشوف السكينه اللي اتذبح بيها ابني واشوف هدومه ملطخه بالدم. ابنك عرفت دلوقتي حرقه القلب يا برعي؟ ابنك بس انا عندي اللي يطفي نار قلبك وقلبي ويولع قلوبهم. ادهم. ايوه ادهم دلع جد ووحيد ابوه. لا يا ورده لا، ما تبقاش جبان يا برعي. انت ولادك كانوا هيبقوا دكاتره قد الدنيا، ودي ادهم دخل الحقوق وابوه عايزه يبقى وكيل نيابه. دكاترة ما بقوش دكاترة، وكيل النيابة مش هيبقى وكيل نيابة. ده شيء فظيع، مش أصعب اللي عملوا فينا. لا يا وردة لا، أنا طول عمري بحبك. ابعدي عن الدم، ابعدي عن البطنية والمصايب اللي بتحصل فيه. ما تلطخيش إيديكي بالدم، أنا خلاص إيديا اتلطخت. لازم اكمل المشوار، بس يطلع فتح العقد من السجن. وانا لسه هستنى لما يطلع فتح العقد من السجن. مش هيتاخر كتير. بالله بالله اديني ما اعطاك الله. ربنا يجعل بيت المحسنين عمار، الله يفتحها عليك يا بيه. عاجز ومسكين الله يخليك، الله يفتحها عليك يا بيه. بيت المحسنين عمار. الو. الحمد لله على السلامة يا سيدي المعلمين. نورت البطنية. أنا واحد من الحشاشين. بأنيك بسلامة الرجوع. متشكر أوي. إيه؟ أختنا؟ اخرس يا كلب! إذا مش مصدقني تقدر تروح تشوفها بعينيك مع خليل اللي بقاله سنين ما قرطاسك أنت وأبوك. بس أنا كده بقى خلصتكم الفضيحة دي. خدمة إنسانية ليك وللمعلم الكبير، وعشان ما تتوهش هدلك على العنوان. عملها برعي
مفيش غيره. احنا لازم ننتقم منه يا ابو. انت قلت ايه في النيابه؟ ما اتهمتش حد طبعا. ولا انا هتهم حد لحد ما اتاكد، وبعدين هيبقى لي كلام. هنقول ايه في الحاره؟ اشراف طبعا. هنقول ان صفيه كانت متجوزاه. متجوزاه من ورانا. هنقول انه طلبها منك وانت ما رضيتش، زي ما انا طلبت اتجوز ورده وانت برضه ما رضيتش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه الجمال ده كله؟ كله من خيرك يا بورعي. خيري ده ايه؟ انت لسه شفتي حاجه؟ لا لا لا، اكتر من كده ما اقدرش. اما انا بقى عندي لك حته خبر. ايه خير؟ يجنن. خير يا بورعي. جايالي صفقه حشيش بمليون جنيه. يخرب بيتك، مليون جنيه؟ ورجالتي هيستلموا البضاعه بكره بالليل من البحر الاحمر. عارفه سميت الصنف ده ايه؟ ايه؟ والده. يا حبيبي يا بورعي، ده بقى ده هو اللي هيطير رقبه ابو العقدي. طب قول يا بورعي، الصفقه دي جايه منين؟ منين وجاي ازاي؟ مش وقته بقى ورده، مش وقته. هنزل مشوار بعد الحفلة دي، مشوار صغير، أحط فيه المليون جنيه وأرجع أحكي كل شيء بالتفصيل. بس أنت بقى يلا وردة عشان المعازيم اللي مستنيين يشوفوا القمر. كمون وردة بقى يلا. مساء الخير. أقدم لكم وردة. اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. انا بحسدك على ذوقك يا بورعي بيه، كل حاجه بتعرف تختارها. شكرا يا ابو الامجاد. بس انا لسه ذوقي ما وصلش للمستوى ده من الجمال. اهلا بيه. اهلا اهلا. لكم بقى مكرم بيه اللي بنسميه ملك المرسيدس في عالم السيارات. اهلا وسهلا. والله يا بورعي بيه، اذا كنت انا ولا مؤاخذه يعني ملك المرسيدس زي ما جنابك بتقول، فالفضل يرجع في مملكتي دي كلها الى اخويا وحبيبي وصديقي عمي بيه سليمان. اهلا. عز صديق لي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صديق صديق بس صديق انا كمان يا عوني. تشرفنا. اهلا وسهلا. عوني بيه سليمان من شباب مصر اللي شرفونا في المانيا. ما شاء الله. يعني مؤاخذة ايه، بزبس مان. وهو بقى ايه صاحب الفضل عليا في كل اشغالي. يا راجل ما تقولش كده. تصور يا بورعي بيه هو اللي وداني شركة مرسيدس هناك وعرفني بيهم وخلانا سمن على العسل. اهلا ما شاء الله ما شاء الله. تعالي يا ورده. ما شاء الله ما شاء الله. اقدم لك مكرم بيه وصديق وعوني بيه. اهلا وسهلا يا سهانم. اقدم لكم صاحبه البيت وصاحبه الدعوه ورده. اهلا سهانم. اتشرفنا. ورده حضرتك تقصد ورده الحفله طبعا. يا عيني على الغزل الدبلوماسي. لا ابدا، بس اصل حضرتك شبه انسان عزيز عليا قوي. ارجوك اعتبريني هو. شايف من عمرك قوي.
هو حضرتك لسه واصل من المانيا طازه؟ طازه؟ لا انا لسه نازل من على الفرن. بذمتك يا برعي مش شبه سفروت؟ زي ايه؟ سفروت. طب استاذن انا بقى. استاذن ديارك يا معلم. انا بهزر معاك. طب انا كمان بهزر. دايما عند سفروت. سفروت؟ عايزك حالا، تسمحي تيجي معانا؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ بقول لحضرتك من عند سفروت. طب امشي اخرج بره، طهو لحسن اصوت والم عليكم العالم. بأمرت مكان عندك هنا في الحفله وساب البيبه. ادخل. أنا مش سفروت يا سجان، أنا حدث الظبط. اهدى يخرب بيت بدلتك. بقول لك سفروت، تقول لي ألمانيا وعربيات. أكل إيش بقى يا وردة؟ هنعمل إيه؟ قولي يا ورده، انا عايزك تسمعيني كويس. هتقول ايه تاني؟ ما انت قلت خلاص. انا لسه ما قلتش حاجه، اللي جاي اهم من اللي راح، عشان كده بقول لك اسمعيني كويس يا ورده. ايش كمان؟ اخر مره شفتك فيها في البطنيه قلت لك حياتك في خطر، دلوقتي بكررها لك تاني، حياتك لسه في خطر يا ورده. ما تخافش علي، أنا عندي اللي يحميني، المعلم برع على السن والروم. برع مش هيحميكي، لأن برع عاوز اللي يحميني، إذا ما كانش من العقدية يبقى مننا، لأننا مش هنسيبه يا وردة. وإشمعنى برع؟ كلهم، إحنا وراهم كلهم، وأنت اللي هتساعدينا. أنا؟ وأنا في إيدي إيه؟ ده أنا ولي غلبان. في ايدك حاجات كتير يا وردة، في ايدك برعي، برعي دلوقتي بيحبك بجنون، مستعد ينفذ لك اي طلب تطلبيه منه، وانا عارف ايه الطلب اللي انت عايزاه ينفذه لك، عايزاه ينتقم لابنك اللي قتلوه العقدية، صح؟ انا عايزك تنتقم لكل ضحايا المخدرات، تبقى قدمت خدمة للبوليس وللبلد وللناس كلها. انا؟ ايوه انت يا ورده. طب عايزني اعمل ايه؟ تجيبي لي كل اخبارهم اول باول. هو انا هعرف اخبارهم ازاي؟ قلتي لي ازاي؟ كل يوم هكون موجود في اشاره مرور كوبري الجلاء. طب وهلاقيك ازاي؟ انا اللي هلاقيك. ها؟ قلت ايه؟ قلت سلم لي يا بدنجان. سماح بلاش يا عم. ايوه بس يا سماحه انا لازم اشوف. انت عارفه كويس ان احنا مالناش ذنب في اللي حصل ده. ارجوك يا ادهم، انا خايفه عليك. ايوه يا سماح، بس في حاجات كتير انا عاوزه اقولها لك. هشوفك ازاي؟ مش عارفه يا ادهم. ابعد يا ادهم. اتفضلي سماح، العربيه وصلت. Yeah.
مليون جنيه مش انا اختك وفضحنا يابا. انا بصالح الشغل، بصالح المخدرات. وبصراحه بقى انا عاوز اقول لك حاجه ما كنتش ناوي اقولها لك قبل كده. المعلم الناعس مش هيسلمنا بعد كده تمنايه واحده لو ما اتصالحناش مع الكلب ده. عبد الرحمن الناعس قال لك كده؟ ايوه. احنا دلوقتي ما بقيناش في السوق لوحدينا يابا. معلم العقاد يتعمل فيه كده؟ اه يا زمن. زي المعلم العقاد. بعت لك السلامات يا معلم. الله يسلمك ويسلمه. المعلم برع وصل يا معلم. خليه يفضل. اهلا 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 اهلا. مساء الخير. مساء الفل. لا مش فل وانت السادق بقى، دي ورده. صحيح ورده. مساء الفل يا يا معلم. لما عرفت انه جاي لك قلت دي فرصه عشان اتعرف على سيد المعلمين. ده انت اللي سبت الستات كلهم. تشكر يا معلم. انت جبتي معاكي طرف واحد من القضيه، تعالي بقى لما اعرفك على الطرف الثاني. فتحي المعلم عقاد. تشرفت. مالك قاعد واقف ساكت كده ليه؟ ما تمد ايدك وتسلم. هتلاقي ايد احلى من كده فين علشان تسلم عليها؟ تعالي بقى اقعدي جنبي هنا وعلى وشك فتحت الجلسه. بعد اذنك يا معلم انا هقعد جنب برا. تعالي يا برا. لستك انس يا براي. قلعني يا براي. خير الكلام ما قل ودل. احنا الليله دي قاعدين القعده الحلوه دي علشان ننسى الماضي وعافى الله عما سلم، ونفتح صفحه جديده من الاخوه والجدعنه. ايه رايك فتحي؟ اللي تشوفه يا معلم. ايه رايك يا ابو رعي؟ انت عارف معزتك عندي قد ايه يا معلم ناعس، انا ما اقدرش ارفض لك طلب. وعشان نفتح صفحه جديده هطلب منكم انتوا الاثنين تقوموا تاخدوا بعض بالحوض. الله الله الله. ما تقوم يا فتحي. وانت ما تقوم يا برعي. وعشان خاطر الورده اللي معانا عايزكم تفوتوا عليا بكره. جاي لي رساله كبيره قوي قوي وصنف اكسره، تاخدوه تقسموه بينكم بالنص، عربون للصلح. تعيش يا معلم. ما بتردش ليه؟ ها؟ سرحان في ايه؟ ولا ورده خبطتك في دماغك؟ مين؟ أنا فتحي. فتحي مين؟ فتحي عادي يا وردة. أكدب عينيا ولا سرسح؟ ممكن أدخل؟ يا ندامة، اتفضل. ده أنت ابن العقاد الكبير وجوز بنت الناعس الأكبر.
عن اذنك اما اغير هدومي لحسن ما يصحش اقعد بقميص النوم مع راجل غريب. استني يا ورد. ياه ما تستهدى. انا من ساعه ما شفتك مع برعي عند الناس وانا السكاكين بتقطع في قلبي. بعد الشر عليك يا فتحي من السكاكين. هيبقى انت وابنك ابنك اللي قتلتوه بالسكاكين ولا نسيت؟ حاجه واحده بس ما نسيتهاش يا ورده، الحب الكبير اللي بيننا. ياه انت لسه فاكر؟ ده عمر طويل قوي. لو كان ابننا لسه عايش كان زمانه بقى يا دوب كده قد ابنك ادهم. ولا بلاش نجيب سيره ادهم، ده ابن الاكابر واحنا ولاد الغرز. الله يسامحك بقى يابا، هو اللي فرق بيننا ومرضيش اننا نتجوز. هو انت مشيت وراه ليه؟ خلاص بقى يا ورده، اديكي شفت اللي كان بيني وبين برعي قد ايه، ومع ذلك النفوس اتصافت وكل واحد نسي. لكن انا ما نسيتش. ورده خلاص، انت عايز ايه بالظبط؟ بغلف ولا دوران؟ ورده عاوزك تنسي الايام الوحشه ونرجع الايام الحلوه تاني. سلم لي على البتنجان. طب والراجل اللي معايا عامل فيه ايه؟ ده بيتمنى اضرب رجلي. مش شايف العز اللي معايشني فيه؟ ده ما بيهونش علي اتعب ولا شيل الياسمينه من على الارض. بس انا فتحي يا ورده، اللي السنين دي كلها ما قدرتش تخليه ينسى حبه ليكي. وانا كمان السنين دي كلها ما قدرتش تخلينا ننسى اللي عملته فيا. لا حبك ولا حب غيرك هيقدر يطفي النهر اللي في قلبي. اخرج بره، اخرج بره. يا ورد شارب السجاير دي كلها، انت ما بتدخنيش. بتخنيني يا ورده؟ الكلام اللي بتقوله ده يا برا، ده مش واحد غريب، ده ابو ابني. مين ابو ابنك؟ فتحي. فتحي العقاد دي هنا؟ ايوه. ازاي تدخليه هنا؟ يعني عايزني اطرد ابو ابني دلوقتي؟ بقى ابو ابنك؟ اي دراع اوعى. مش هو ده اللي مرضيش يتستر عليكي ورماك السنين دي كلها؟ هيصلح غلطته. انهي غلطه فيهم؟ هنجيب غيره. وانا ورده؟ انا اروح فين يا ورده؟ ده انا بحبك يا ورده، انا بحبك يا ورده. الله يا برعي، فتحي هيتجوزني. أنا مستعد أتجوزك، أتجوزك من بكرة، أتجوزك الليلة. بس
انا ما اخدش حد على ضر، وانت عندك ضرتين. اطلقهم. حرام، ده انت عندك بنت من واحده وولدين من التانيه. يوه دول ماتوا، قصدي اتقتلوا. ما اللي قتلوهم هم نفسهم اللي قتلوا ابنك، اللي دلوقتي نسيتيهم فتحي وابوه اللي عايز تتجوزيه. انا ما نسيتش يا برعي، انت اللي نسيت ورحت حطيت ايدك في ايدهم وتصالحته. لا متهيألك اني نسيت، دم ولادي ما يتنسيش ابدا، ولا دم ابنك يتنسي ابدا. ما قلتلك كده من زمان، انت اللي مرضيتش. ايوه اتفرج. ضربوني يا والدة. هما مين دول اللي ضربوك؟ ضربوني في مليون كده. هما مين اللي ضربوك يا بورع؟ هيكون من غيرهم. العقد يا والدة، العقد يا والدة، العقد. بس يا بورع بس، يا ما قلت لك ما تحطش ايدك في ايد العالم دي. رايح تتصالح معاهم، دول كلاب، كلاب يا برعي. بس يا برعي بس. انا خلاص يا وردة. هتعمل ايه؟ هخلع ايدي من ايدين العقدية واحطها في ايديكي. يعني ايه؟ هنتيم. ازاي؟ عقد الأدم. يا حبيبي يا برعي، يا حبيبي يا برعي، دي الحاجة الوحيدة اللي هتطفي نار قلبي وقلبك. بس ازاي؟ ده ما بيروحش في حتة الا وحواليه رجالة مسلحين. جهزالك يا معلم، الفكرة في نفوخي، بس كنت مستنية نفوخك معايا. أنا معاك يا وردة. بنتك سماح. مالها يا سماح؟ ما حدش بيشوفها ولا حدش بتشوفه. لكن لسه بيحبها وبتحبه. أنت عايزة تقولي يا وردة؟ عايزة أقول إن لو اديته ميعاد هيهرب من كل الحراس اللي معاه وهيروح لها. لا لا، بنتي ما تجيش رجليها في مصيبة زي دي. بنتك ولا هتروح ولا هتيجي. أدهم اللي هيروح. ألو أدهم، أنا إلهام، زميلة سماح في الكلية. أكيد سماح كلمتك عنه. أنا واحدة من أعز صديقاتها، هي دايما تحكي لي على قصة حبكم. هي كانت معايا النهاردة وطلبت مني إن أكلمك وأقول لك إنك وحشتها قوي ونفسها تشوفك. سماح قالت لي كده؟ أيوه، بتقولك هي عايزة تشوفك ضروري الساعة 5 النهاردة. هي هتحاول تهرب من الحراسة اللي حواليها، وانت كمان لازم تيجي لوحدك. طيب طيب،
متشكر قوي. من فضلك قولي لها اني هاجي لها في الميعاد. استناه الساعة 5 بالظبط. قلت لك ما تكركريش سماح في العملية دي. دي اللي هتكون مستنياها الساعة 5. خد. في 6 رصاصات. لو عرفت تخلصهم كلهم في جبتته تبقى ماجدة. من عناية يا حاضر. عارف المكان كويس؟ عارف. اتكل. ده احسن وقت للتنفيذ. انا هنزل حالا على المعلم الناعس عشان ما يبقى ليش اي علاقه بالموضوع ده كله. لو اي حد اتكلم يبقى حد الله. انا كنت مع ابوه عند المعلم الناعس. ملعوبة يا بورعي. كنت بخير يا روحي. مع السلامة يا حياتي. بسلم لي على المعلم الناعس فتح العقاد وقول له الباقيه في حياتك كده. انت قمت لابني ودلوقتي هنتقم للبطنيه كلها واخلصها من شره. شاليه ناعس طريق اسكندرية الصحراوي الساعة 5. هلا هلا عالجد والجد هلا هلا عليه. انت عارف يا فتحي ان كلمتي شرف والراجل بيتربط من لسانه. عداك نعيبة يا معلم، بس ايه لزوم الكلام ده؟ ما احنا الحمد لله اتصفينا. يا سيدي برعي بيتهمك انك لحست الصلح وبلغت البوليس عن العمليه الاخرانيه. انا يا معلم؟ ده كلام كبير قوي يا برعي وما انتش قده. لا بقى انا قده ونص ومالي ايدي منه قوي يا ابو ادهم. يبقى رجعت لطبعك تاني يا برعي وناوي تسوق سمعتنا عند المعلم الناعس. اقعد انت اهو، اقعد يا برعي، اقعد يا فتحي اهدي. سهلك بايه بس يا معلم؟ طب وحياة أبويا وحياة ابن أدهم؟ ما ليا دعوة باللي حصل ده لا من قريب ولا من بعيد. فاهم الكلام ده يا أبو العيد؟ أمال هيكون مين بس يا عالم؟ معرفش، يمكن حد عمل ملعوب ده وبلغ البوليس. حد الله، ما حد عملها غير العقدية.
على العموم نصفي النفوس من تاني. نصفي يا معلم؟ دول مليون جنيه. انا عندي فكره مش هتخلي حد فيكم يكون التاني بعد كده. امر يا معلم. تناسبوا بعض. ادهم ابنك يتجوز سماح بنت. بعد اذنك يا معلم انا مش موافق. موافق ليه؟ اللي اعرفه ان البنت والولد بيحبوا بعض والحلال ما فيش احسن منه. ما اقدرش يا معلم ناعس، ما اقدرش. ما تقدرش ليه؟ ايه السبب؟ برع يعرف السبب كويس. ايه السبب يا برع؟ وردة يا معلم. تذكر وردة في الجوازة دي؟ هو بقى يقول لك. ما تتكلم يا فتحي. ما خلصكش ان 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 ايه؟ ما تتكلم. ان ام ابني تبقى معك حمام. انا مش فاهم حاجه. دخل ورده بام ادهم. ورده هي تبقى ام ادهم يا معلم. ده سر قديم قوي يا معلم. يا ريت يفضل في بير. الكلام ده صعب قوي يا فتحي. انا هريحها يا معلم وهتجوز ورده. بس لما الجو يروق وهيروق. اداك العيب يا برعي. وانا من ناحيتي بحضر لكم هديه الجواز اللي وعدتكم بيها. اتفضلوا. صنف جديد. ما نزلش السوق. هسميه الصلح الاخير. هو فعلا كده يا معلم ناعس. الله. لا يا مراعي. فلوس بالظبط كده. فاكرني يا فتحي؟ منور يا معلم ناعس. نكمل القعده عندنا بقى. وانا كمان تمام تمام. لما هتعرف الخبر اللي عندي هتبقي تمام قوي. امال لو تعرف بقى الخبر اللي عندي. عرفتي؟ لا. هو انت عرفت؟ اقول لك ولا تقولي انت الاول؟ اقول لك؟ لا قول انت الاول. ابنك عايش يا ولد. انت بتقول ايه؟ ابني انا لسه عايش؟ مش معقول يا احمد. مش معقول اللي بتقوله ده. ابني عايش. عايز اشوفه. خدني له. عايز اشوفه يا احمد. شفتيه يا ولد؟ انت شفته؟ شفته فين؟ وكلمتيه؟ وكلمته؟ هو مين؟ هو مين يا احمد؟ ادهم يا ورده، ادهم. ابني بقى ادهم. يا مصطفى. ابني بقى ادهم. مش معقول يا احمد. ايه يا ورده؟ هيقتلوه. لا مش هو. انا اللي هقتله. بايدي. مصطفى. Thank you.
حبيبي. أدهب أدهب، أنا أمك يا أدهب، أنا أمك يا أدهب، أنا أمك، أنا أمك يا أدهب، أنا أمك يا أدهب، أنا أمك يا أدهب. لا لا مش انت، مش انت مقصودك انت، لا لا مش انت، ده انا كان قصدي انتقم لك، انا عشت طول حياتي عشان انتقم لك، انتقمت بيك، انتقمت منك انت، انتقمت منك انت يا ادهم. ما كنتش قصدك انت، ما كنتش قصدك انت، ما كنتش قصدك انت، مش انت، لا مش انت. طب اسمعني مرة، اسمعني مرة، اصحى اصحى، اسمعني مرة واحدة، مرة واحدة اسمعني، مرة واحدة.